تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا هو لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات. إخوة الإيمان، خير بداية لهذه الفترة القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محمود عصفور يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
الحق وإنا لصادقون أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت Thank you.